متوقعين الجائزه دي؟ لا كنتش اتوقع لان في ناس كتير قوي معايا فقلت يعني اكيد هيكسبوا. طمنينا على حالتك الصحيه دلوقتي. حالتي الصحيه الحمد لله احسن. عملت العمليه مره وخلاص. هنا اللي في عمل جديد هيجمعك مع احمد فهمي في رمضان؟ لا لسه، لا رمضان الجاي مش مع بعض. انا مش مع بعض. امال هتبقي لوحدك ولا ايه؟ مش عارفه لسه ما قررتش هعمل ايه. طب احمد كان طمنين عليه برضو، قال اللي هو عمل عمليه. هو عمل عمليه في ظهره بس الحمد لله دلوقتي بقى. طب انتوا ايه حكايه العمليات معاك؟ مش عارفه والله العظيم ما اعرفش. هو لسه عامل عمليه مثلا من 5 ايام. هو ايه جواز وشه ايه؟ لا هو كان عنده مشكله من زمان وعملها لسه عاملها بس كده. نقول لنا كل سنه وانتم طيبين. ثواني بس انا عايزه اقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين بنسبه 20 ويا رب يا رب السنه الجايه تبقى احسن بكتير من السنه. خلاص خلاص.